أوقات السكن الإداري، السكن الإداري واحد ما يسكنش في فدان بيستغل يسكن آلاف وهو معطل، لا ده ياخد وحدة سكنية، ده الشغل بتاعه اداهوله سكن إداري يستفاد منه طول فترة عمله، ده السبب يبقى المفروض يطلع منه. معلش دي يعني قاعدين كتير من المساحات دي. متفقين يا فندم، متفقين. بغض النظر لأفضل الأسر في مصر، لأن بيتهم من البيوت العريقة والمشهورة في مصر منذ القدم، مش من النهاردة، هو غني على الوزارة وغني عن أي حاجة تانية. وعشان كده إحنا لازم ننتهز هذه الفرصة، وإلا لو حاكم برضه زي ما بقول كان غلاس الشاي. حضرتك لازم نستغل سعادتك ونستغل ان حضرتك جاي تشتغل عشان خاطر البلد دي، والبلد دي زي ما سعادتك قلت ملك الشعب وما هيش ملك حد تاني، ملك المواطن الغلبان وما هيش ملك اي حد تاني، والكل شغال عند المواطن ده، فاحنا كلنا لازم نرضي الله ورسوله في هذا المواطن. حضرتك احنا عندنا ازمات في كفر الشيخ وازمات كثيره وواجهتنا، كان في مواجهه مع الاهالي وكانوا هم على حق في طلباتهم وعلى رأسها موضوع إسكان الشباب والناس اللي حجزة من 2004، وبعد كده جه مشروع رئيس الجمهورية الرئاسي بتاع خطة الرئاسة واللي كان لازم تنفيذه.